تبدلت الاصطفافات السياسية داخل نقابة المحامين في بيروت، ومعها نتائج انتخاب 4 أعضاء لمجلس النقابة من ضمنها النقيب. في المرحلة الأولى انتخب الأعضاء 4، ففاز على التوالي ندى طلحوق مرشحة الحزب التقدمي الاشتراكي، أندري شدياق مستقل، عزيز طرباي مستقل مدعوم من الكتائب وتيار المستقبل، فادي بركات مرشح تيار الوطني الحر الذي ما لبث أن سحب ترشيحه عن مقعد النقيب فور صدور نتائج العضوية. أنا كنت ملتزم أخلاقياً ومبدئياً أنه إذا ما كنت محلات بين الثلاثة الأول لا مركز نائب بعلن انسحابي، وهذا اللي صار ونقطة على السطر. كلام أنه انسحابك أتى نتيجة قرار حزبه، شو صحة الموضوع؟ أبداً، هيدا قرار بامتياز مني أنا. هيدا النتيجة غير متوقعة بالنسبة لك؟ أنا كانت النتيجة غير متوقعة، أنا كنت انتخاباتي كانت شبه مضمونة. بتمنى أنه ما بين لي أنه الخلل هو الخيانة. وعليه اقتصرت المعركة الأساسية على 2 بعد انسحاب أبرز المنافسين لاعتبارات حزبية. فالمرشح العوني انسحب بعد المرشح القواتي فادي مسلم. هذه الانسحابات قلبت المعايير وبدلت النتائج. معظم أنصار القوات صبوا ثقلهم في العضوية لأندري شدياق وإن سرا، فحل ثانيا في العضوية. ونظراً إلى قربه من التيار الوطني الحر، أدى انسحاب مرشح التيار المعتمد فادي بركات إلى نقل أصوات التيار إلى صندوقه. طلحوق التي حلت أولى في انتخابات العضوية لم تكمل المسيرة أساساً إلى مقعد النقيب، فاختار الحزب التقدمي الاشتراكي دعم الشدياق أيضاً. هلأ شوفي، أنا ما ترشحت على مركز نقيب، وأنا مرشحة بس كعضو مجلس. وعليه أتى الفوز. إنني أعلن فوز الأستاذ أندري شدياق نقيباً للمحامين. مبروك للجميع. معكم تحقق الفوز، ولكن يبقى الأهم أن يتحقق النجاح لكم وللنقابة. الأحزاب الكبيرة خسرت مرشحيها ولم تستطع خوض المعركة فيهم حتى النهاية، فكان الفوز لمستقل بنكهة حزبية. لا سعد، قناة الجديد.